السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة Infinite Gaming. فيديو اليوم عن انطباعي الأولي للعبة المنتظر بشدة مورر شيلد. لما تم الإعلان عن اللعبة تحمسوا كثير من اللاعبين بسبب الجودة الرسومية التي قدمت اللعبة في العروض الدعائية، لدرجة أن البعض قال أن هذه اللعبة ستكون أفضل لعبة سولز لايك من حيث جودة الرسوم. في الشهر الماضي قام الفريق المطور بتوفير نسخة الديمو من لعبة مورر شيلد، وبالطبع قمت بتحميل النسخة وجربتها لفترة جيدة نسبياً، وحالياً عندي انطباعاتي الأولية منها إيجابية وسلبية لهذه اللعبة. هذا الفيديو راح يساعدكم في تحديد خياراتكم تجاه هذه اللعبة. طيب يا جماعة الخير، ما أبي أطول عليكم وخلونا نبدأ الفيديو. مشاهدة ممتعة للجميع. يعتبر فكرة اللعبة مورر شيلد جديدة، فأنت تلعب ككيان أو روح معينة، وهذا الكيان يعتبر ضعيف نسبيا لأنه يموت بضربة واحدة من أي عدو، ولكن هذا الكيان عنده القدرة على الاستحواذ على الأجساد الميتة والتحكم فيها، وبالطبع ما راح نقدر نتحكم في كل الأجساد الميتة، فقط الأجساد المحاربين، وبالطبع ما راح يكون بمقدورك تتحكم في الأجساد اللي تقاتلهم في اللعب، فقط الأجساد اللي عندهم قدرة خاصة. بالنسبة لقصة اللعبة، القصة كانت مش واضحة خصوصا اذا تكلمنا عن نسخة الديمو، وما شاهدت اي مقاطع سينمائية في اللعبة، وما فهمت دوافع الكائن اللي تتحكم فيها في اللعبة، ولكن اعتقد النسخة النهائية من اللعبة راح نفهم توجه القصة بشكل كامل وواضح لجميع اللاعبين. ولاحظت ان اللغة المكتوبة في اللعبة سيئة، سواء الارشادات او حتى النصوص الحوارية. المطورين استخدموا المصطلحات القديمة ومعقدة للاعبين، فمن الافضل اعادة سرد الحوارات في اللعبة بشكل افضل. أحداث اللعبة تدور في عالم مظلم ومناطق ضيقة تشبه الجحيم، فأنت عبارة عن كائن غريب تتحكم بأجساد المحاربين الميتة، وفي عالم اللعبة راح تقاتل مخلوقات غريبة ومشوهة، وكل مخلوق عنده سلاح خاص فيه، على سبيل المثال السيوف والرماح. في عالم اللعبة شبه ميت، ما كان في أي تفاعل يذكر، ولكن لا ننسى النسخة اللي جربتها كانت تجريبية فقط، في نسخة نهائية راح يكون في تفاعل أكثر في عالم اللعبة. ولاحظنا عالم اللعبة تم تصميمه على أساس تتحرك بشكل خطي ما نسى الألعاب السولز لايك السابقة. الجسد اللي راح تتحكم فيه راح يكون بمثابة درع لك، وهذا الجسد بمقدورك تحسين مستواه، وايضا كل جسد عنده قدرة خاصة، وهذه القدرات يحتاج لك تعرف اسم الجسد او قصة الجسد. وطريقة معرفة اسم الشخصية، يحتاج لك تدور على احد الشخصيات الام بي سيز الموجودة داخل اللعبة، وبالطبع لازم تتفاعله على اساس يفتح لك اسم الشخصية. في نسخة ديمو كان تضم عدد محدود من الأجساد المحاربين، في نسخة التجريبية اللي جربتها بمقدورك فقط تتحكم في جسدين، اما في وقت نزول النسخة النهائية من اللعبة راح يتوفر 4 شخصيات او اكثر. تحتوي اللعبة على العديد من الأفكار المميزة كالأدوات الموجودة في اللعبة وكيفية استخدامها. مثل أي لعبة من هذه النوعية، راح تقدر تجمع من الأدوات اللي راح تحصلها في عالم اللعبة، والأدوات اللي راح تحصلها ما بتفهم أهميتها إلا بعد استخدامها. على سبيل المثال، في بداية اللعبة لما تفتح الخزانة الخاصة فيك راح تحصل فطر لونه أحمر، وما بتفهم أهمية هذا الفطر إلا بعد استخدامه، وفائدة هذا الفطر يستجعب الطاقة المفقودة في جسدك، وكلما استخدمت الأداة راح يزيد قوتها أو جودتها، ولكن المشكلة أن الطاقة ما يزيد بشكل تدريجي، ولكنها تزيد مرة واحدة بعد استخدام الأداة لعدد معين. وأسلوب التعامل اللعبة مع الأدوات ممتازة، يخلي اللاعب مهتم باستكشاف الأدوات الغامضة، وكما قلت لكم في السابق، يجب منك استخدام الأداة على أساس يكون عندك فكرة عن الأداة اللي استخدمتها. بالنسبة للأسلحة، ما راح تقدر تغير بين السلاح والدروع والملابس، ولكن راح يكون عندك الإمكانية تغيير السلاح بشرط أن ترمي سلاحك القديم وتأخذ سلاح الجديد. تحتوي اللعبة على عديد من الأعداء، وكل عدو عنده أسلوب معين في القتال، وأنت كلاعب يجب عليك تقرأ تحركات الخصم اللي تواجهه. على سبيل المثال، كل خصم عنده سلاح خاص فيه، فما راح تقدر تواجه بنفس الطريقة اللي واجهت خصمك السابق، فيجب عليك تنوع في أسلوب القتال وتعتمد المعارك على المناور والركض بشكل كبير. ولا ننسى عن ميزة التصلب، هي عبارة عن مهارة تحميك من ضربات الخصم، وهذه الخاصية راح يساعدكم في أوقات صعبة، فهذه الميزة راح يكون بمثابة درع لك، بمقدورك استخدام بشكل مستمر لأنها تمتلك خاصية كول داون. بطبيعة الحال في فئة ألعاب بيكون عندك مؤشر الصحة والمؤشر اللياقة، والمؤشرات راح تختلف ما بين الشخصيات اللي راح تختارها في اللعبة. من النقاط السلبية اللي حطها في اللعبة، يتم احياء الاعداء كلما غيرت الجسد الخاص فيك، وياخذ منك وقت طويل للتخلص من الاعداء بسبب كل عدو عنده اسلوب الخاص في القتال، فهذه النقطة السلبية برأيي الشخصي. والنقطة السلبية الثانية اللي حطها، في بعض الاحياء لما تقاتل خصمك تنصاف في مسافة بعيدة، او العدو يهجم عليك في نقطة عمياء، على سبيل المثال خلف الاشجار او خلف الجدران، وهذا الحركة بجد ينرفز الواحد، يخليك ما تلعب اللعبة لاسبوعين قدام، وهذه النقطة السلبية متواجدة في كل الالعاب السولز. والنقطة السلبية الثالثة اللي لاحظتها في اللعبة، لما تحاول تراوغ الخصم المراوغة تكون بطيئة بعض الشيء، مش نفس الألعاب السولز السابقة، لكن ما ننسى النسخة اللي جربتها تجريبية، فأتوقع النسخة الكاملة راح تكون شبه خالية من العيوب. لعبة مورر شيلد أتوقع نجاح لأن تمتلك عديد من الأفكار الجديدة، وستقدم تجربة ممتعة لكل عشاق الألعاب السولز لايك. اللعبة ممتعة، فقط تحتاج بعض من التحسينات لتعطي تجربة متكاملة. راح أعمل فيديو ثاني عن طباعة النهائي للعبة في وقت صدورها. اللعبة راح تنزل في شهر سبتمبر 2020 على Xbox One وPlayStation 4 على حاسب الشخصي.
طيب يا جماعة الخير، وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تدعمونا باللايك وشير، اكتبوا لنا في التعليقات توقعاتكم لمستوى نجاح هذه اللعبة. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، ونلتقاكم في الفيديو القادم. سلام.